بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لحلقات الحوار المجتمعي اللي أنا طرحتها في منصتي المتواضعة مع إخواتنا المتابعين، وفي زمن قل فيه النصيحة، واعتمادا على فهمنا لديننا الصحيح وفهمنا لوضعنا وتشكيل وعينا القائم على دراسة على مدار عمر الواحد الصغير يعني. فمن منطلق الدين النصيحة حبينا ننصح أهلنا وإخواتنا اللي ممكن رسالتهم توصل لنا، وبنقول يا جماعة الخير، هنتنازل شوية عن قصة تشكيل الوعي بالراحة وببساطة، لأن احنا داخلين على منحنى خطير جدا ومهم جدا في عمر الدولة المصرية. سيب السيسي جنب على جنب خالص بقى، وسيب أحمد طنطاوي على جنب، وسيب مترشحين الرئاسة على جنب، وحط في اعتباراتك شوية حاجات كده هقولها لك، وربطها، حاول تربطها مع بعضيها عشان تفهم حضرتك ايه اللي جاي المرة اللي جاي الفترة اللي جاية، وايه اللي بيتحضر لمصر. لو انت مش مقتنع ايه اللي بيتحضر لمصر، وهي هل مصر دولة كبيرة للدرجة دي عشان الناس تعمل حسابها، خلاص يا سيدي اعتبر ان مصر دولة صغيرة واركن انت على جنب، خليك على جنب كده ايه مع المشاهدين اللي هم اكتفوا بالفرجة، واكتفوا ان اي حد يسوقهم بحبل ويربطهم مع سياسة القطيع بقى اللي هو ايه، تعالى يلا ننزل نعمل ثورة، وتعالى يلا ايه نقطع في بلدنا، وتعالى يلا نحس بالدنيا شوية، وتعالى يلا ما انتش شايف اي حاجة كويسة، وتعالى يلا البلد فاشلة، وتعالى يلا لا البلد دي ما تنفعناش، واحنا لازم نكسر ونهد ونصور ونعمل البركان الذي تضيع معه الرقاب، والكلام الفارغ اللي ايه الجهلة وما لهمش وصف غير الجهلة والحمقى اللي بيرددوه. طيب انت ما ليك سكة تانية، ليك سكة انك تكون متآمر، لتكون متآمر يعني تكون عارف ان اللي انت بتعمله او الفكرة اللي انت بتقدمها او الفيديو اللي انت بتقدمه او المحتوى اللي انت بتنشئه او الفيديو اللي انت بتعمله مشاركة او اي كلمة سم مدسوس في العسل، سواء اذا كنت اعلامي او صحفي او مدرس او مهندس او طبيب في مجال شغلك، لو انت بقى متآمر وعارف ان الكلمة بتاعتك دي ترس صغير بيعطل المكنة الكبيرة ان هي تستمر، فكلام اللي جاي ده لحضرتك. الوطنيين والناس اللي هم عارفين يعني ايه بلد، وعارفين يعني ايه دولة، وعارفين يعني ايه لما تكون ضياع وطن مش هيلاقي له مكان، وخايف على بلده، وخايف على اهله، وخايف على عرضه انه يهتك بفعل الحمقى او المتآمرين، طبعا كلامي ده هيوصل لهم، وهيوصل لهم كويس قوي، وهيعرفوا ان احنا بنتكلم في الحق. طيب بالنسبة للجهلة زي ما احنا قلنا كده، خليك على جنب اتفرج على الحوار اللي هيجي واللي هيدور للشهرين الجايين دول. انا جاي لك بقى من المستقبل، انا جاي لك من المستقبل قبل انتخابات الرئاسة. عايز اقول لك بس في ايه تواريخ مهمة كده حطها في دماغك، في 6 اكتوبر اللي هو بعد يومين ثلاثة كده، وهم ابتدوا الاحتفال بدري بحرق مديرية امن الاسماعيلية امبارح، واي حد بقى يقول لك ده السيسي هو اللي حرقها عشان يقول لك اديني تفويض واصل الارهاب جاي، ده يا اما حمار يا اما حمار، ملوش سكة تانية غير كده. احنا بنقول ان الجهلة بقى يتفرجوا، فالمتآمر لهبة للعبيط اللي مصدق ان فرد من القوات المسلحة او مصدق ان رئيس الدولة بيحرق البلد عشان يقول لك اديه تفويض، لا حمار، هو اصلا كده كده رئيس الدولة، وهو مش محتاج انه يحرق مقر من مقرات البلد عشان يقول كده. افكرك مين اللي حرق البلد؟ حريق القاهرة لو تفتكروا بس كده زمان، ده كان الإخوان. أفكرك بالحريق اللي حصل لما السادات حب يعمل شوية إصلاحات، ولو كانت مشيت زي ما هي ما كناش وصلنا للحال السيء والمتردد اللي كنا وصلنا له دلوقتي. مين اللي ولع في البلد بعد قرارات السادات؟ أفكرك بتسريبات محمد مرسي وخيرت الشاطر لما كانوا بيهددوا رئيس الجيش المشير طنطاوي الله يرحمه، وقالوا صراحة احنا هنولع في البلد. أفكرك بمنصة رابعة، يا حمار منك ليه يا متآمر يا هبل يا عبيط، لما طلعوا في منصة رابعة والوفود مستنية كلمة السر من خيرت الشاطر، وقتلهم في الجنة وقتلهم في النار. أفكرك يا يهبل يا عبيط يا متآمر على بلدك وانت قاصد، لان انا هقول الجاهل ملوش عذر لانه جاهل،
او له عذر انه جاهل، ما حاولش يدور الامور في دماغه واكتفى بالفرجة والتشجيع والتسقيف شوية هنا وشوية هنا، ودول يعني يا اما خليه يعني وصف الجاهل هو ايه كامل ليه. فخلينا في المتآمرين، بدأوا من يومين ثلاثة بدأوا امبارح طبعا بحريق مقر مديرية الامن في اسماعيلية قبل احتفالات اكتوبر، وفي خلال حوار الرئيس مع الشعب المصري بيوريهم والله ايه اللي تم، والراجل بكل بساطة قال لهم يا جماعة ده اللي انا قدرت اعمله، ولو انتم مش مصدقين ده براحتكم خالص، وغيروا لو انتم عايزين في فرصة في الانتخابات. فأي حد يقول لك بقى اصل الانتخابات مش نازيها، طب خليك مع يا تخليك مع الجهلة يا تخليك مع المتآمرين. طب انت شايف في نفسك رئيس في نفسك كده وراجل مدير وراجل كفء انك تشيل البلد، هات يا سيد الفاضل 25,000 صوت من كل محافظات مصر واطلع روح رشح نفسك. ما انتش قادر، حط لسانك جوه بقك واقفل عليه عشان البلد لما هتخرب انت مش هتلاقي لك مكان. طيب هم هيعملوا ايه تاني؟ هل منتظر ان هم يحرقوا مقرات تانية او يعملوا عمليات ارهابية؟ ده بالتأكيد، لان دي فرصتهم الاخيرة. واللي ما يفهمش الكلام ده، ما بقيش غير مصر يا جماعة الخير، ما بقيش غير مصر هي اللي ما تكسرتش وهي اللي ما تهددش وهي اللي الإخوان ما عرفوش يحطوا ايديهم فيها. وزي ما أنا قلت قبل كده وبقول تاني وبكرر تاني، برقع الحياة اتشال واللعب بقى على المكشوف، واليهود خلاص بيخنقوا على مصر، ما بقيش غير مصر. اليهود راحوا طبعوا مع السعودية، والفترة اللي جاية هتشوفوا التطبيع عيني عينك. اليهود طبعوا مع الإمارات، هتشوفها عيني عينك، وكل دي براحتهم، ده مصلحتهم. إنما اليهود هتطبع مع مصر، ده يعني مش عايز اقول لك يعني على شنق يعني اقول ايه، بس يحلقوا شنباتهم الاول وبعدين يبقوا يجوا يفكروا في الموضوع ده. لا اسرائيل هتطبع مع مصر، ولا مصر هيبقى لها علاقات مع اسرائيل غير علاقات الجوار وحسن الجوار. يعني لو اسرائيل فكرت هي واللي وراها واعوانها من المتآمرين والحمقى والجهلة ان هم يبوظوا الدنيا، لا، لان ده ضد سنن ربنا في الكون، ومصر هتفضل محفوظة، ومصر ربنا حاطط ايده عليها محمية. ليه يا جماعة الخير؟ لان يا جماعة الخير من 2024 اجندة الدجال الاخيرة وهي تمليك بني اسرائيل ملك الارض. اللي عايز يصدق الكلام ده يصدقه، ومش عايز يصدق يا يخليه مع الجهلة يا يخليه مع الحمقى يا يخليه مع المتآمرين. خلاص كده يا سيدي الفاضل. طيب جندة الدجال يا جماعة الخير في ال7 سنين الجايين دول، ان التطبيع يا بمزاجك يا غصب عنك. مصر الوحيدة اللي مش راضية تحط ايديها علانية وصراحة مع اسرائيل، ليها مطالب وليها شروط ومش تطبيع، لا لا لا، ده عشان حسن الجوار بس، عشان تفضلوا قاعدين جنبينا. طيب الناس اللي بتدرس وفاهمة يعني اخر الزمان وفاهمة الكلام ده، احب اقول لحضراتكم ان المهدي اخر الزمان اللي هو امام الخليفة المنتظر المسيح المخلص اللي ربنا هيبعته عشان يحارب الدجال مكانه في مصر، عشان بس نخلص. وبما ان اللعبة على المكشوف فنقول الكلمتين اللي عندنا، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. فالمهدي جاي يا جماعة الخير منين؟ من مصر. هيحتموا فين يا جدعان؟ هيحتموا في سيناء. خلاص كده عشان بس تبقى القصة متشبكة قدامكم. ملك إسرائيل المتوج هيطلع من إسرائيل، العالم كله هينقسم نصفين، نصف مع المهدي وجزء من الروم هيتحالفوا معاه، وممكن يكون ده روسيا والصين وكده، والنص التاني برضو من الروم اللي هم ماشيين مع أمريكا ووالدتهم الصغيرة اللي مش هتبقى صغيرة في ال7 سنين الجايين إسرائيل. فإذا كنت أنت من الحمقى والجهلة وما انتش فاهم، حاول تفهم. اذا كنت من المتآمرين فاعرف ان مالكش مكان، لان مصر هتعدي هتعدي. الشهرين الجايين دول من اخطر الشهور على مصر وعلى شعب مصر، لان مصر فاضلها شهرين وتعدي من عنق الزجاجة. يعني ايه عنق الزجاجة؟ يعني هتطلع من بريكس. يعني ايه يا سيد الفاضل كلام ورا بعضه؟ يعني هبوط الدولار، يعني الدولار مش هيتحكم في مصر والمصريين، يعني امريكا مش هتتحكم تاني ولا يبقى لها كلمة على مصر. فاللي عايز يساعد مصر في القصة دي، يا لو مش عارف يسكت او يروح يتعلم. لو متآمر والله العظيم، لو انا مكان الرئيس السيسي لا لمكو واوديكوا حباطة كده تتعلموا يعني ايه الوطنية. الفترة اللي جاية فترة جديدة،
فترة فتن، فأرجوكم ما تقعوش فيها وخلوا بالكم على وطنكم. دمتم بخير.